اهلا بكم متابعين فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم لقاء مميز لان ضيفنا مميز. ضيفنا اليوم جانا من فرنسا، وبالضبط العاصمه الفرنسيه باريس. معنا اليوم فنان من فنانين المهجر، فنانين المغاربه اللي عندهم بصمو الاسم ديالهم في المهجر وخاصه في فرنسا. اليوم معنا سي مصطفى الحجوي. اهلا بك سي مصطفى. السلام عليكم وشكرا على هذه الاستضافه. شكرا سي مصطفى. في الاول بغيناك تقرب نفسك من المشاهدين. عبدكم الضعيف مصطفى الحجوي، احنا ولد الدار البيضاء، عائلة وأسرة فنية من الأب ديالي، وفي عندي الإخوان ديالي خرجوا شوية في الثمانينات، وأنا اللي كان مارس الميدان الفني خرجت في 91 التحقت بالإخوان ديالنا، ودابا حنا عايشين في باريس. هذه مدة أنا بالنسبة لي 30 سنة وأنا في باريس، إخوان أكثر. الحمد لله بدينا من كما كيقولوا بدينا بوالو، انا من دار السلطان، عائله على قد الحال وكذا، والحمد لله وصلنا وكافحنا بجهدنا وبغضات الوالدين، وحاولنا نخلقوا واحد الجو تما كان مفقود ديال الاعراس وديال هذا الشيء ديال النمط ديالنا ديال المغرب، خلقناه. اللي هزيتو التراث المغربي، قربتو الابناء الجاليه في المهجر. قربناه ودرنا صاله الاعراس تما، عندنا صاله الاعراس، هاد المحلات ديال الملاهي وكذا، الحمد لله دخلنا في الميدان مزيان، وحاولنا نعطي واحد الصوره جميله على الفن المغربي اللي كان مفقود تما. بصراحه انا من وصلت لتما راه ما كان والو تقريبا، انا كنت بديت الفن هنا شويه بكري. ومن مشيت كتعرف بنادم ملي كيمشي من المغرب كيمشي شويه عارف الدنيا، كتوصل تما ما كتلقى والو، كتبغي الحمد لله ما درنا اللي فيه الكفايه. يعني كنتو سبب ان الفن ديالنا المغربي وخاصه الفن الشعبي يوصل لفرنسا وتعرفوا تماك بالفن ديالنا المغربي. اللي جبت انا الفكره اللي كنا جبنا انا الاول بصراحه، هو انا كنت انا كنموت على القصيد الملحون، حيت انا فاسي الاصل ديالي. كنموت على العساوه والقصيد الملحون، وكانوا الناس مشتاقين لهذا الشيء يشوفوه. كنا كنلبسوا جلي لباس بيضين، ومي كتمدح النبي وكدير رجعوا الناس كيبكي، ورجع واحد النوستالجي ما كانش عندهم حتى كان هذاك الشيء ديال كما كنقولوا في العراس، تعرف الدوره ديال العروسه والتهضر والبنادم، ما كانش هذاك الشيء. دخلت بهذا الشيء والحمد لله هي هو السبب ديالي انا في الاول بصراحه. انا راه ما كنتش كندير الشعبي باش نقول لك الصراحه، هذه هي البديه ديالي، ولكن من وصلت لتما ملي كتكون في عائله فنيه ودوزتي هذا النمط الشعبي هنا في المغرب وشتيه، ملي كتلقى شي واحد اللي يغني كتقول عرفتي شنو غنبدا نديرو انا، والحمد لله من بديت نديرو رجعت زعما كما كيقولوا سبيسياليست فيه. الا شفتونا وقبلتوا علينا. الله يكبر بك. الله يحفظك. سي مصطفى، بالنسبه لكم نتوما عائله فنيه كيف ما قلتوا، ولكن نتوما ما درتوش كيف ما قلتي في المقدمه ديالك، ما خصصتوش غير في الغناء، وانما مشيتو حتى للتنظيم ديال المناسبات والحفلات تماك، فكيفاش جاتكم الفكره انكم تتجهوا لهذا المجال؟ عندي كما قلت لك احنا اوني كاتر فرير، واحد مات الله يرحمه مسكين، وثلاثه كان كل واحد مكلف بحاجه. انا بحال دابا عاود لهم قلت انا تعطيني العراس الميدان ديالي توسكي انيماسيون، عندي واحد الاخ ديالي توسكي هذا الشيء ديال الكونفوتو فيجيالي تو سا، هو كيسوكي اوديو فيجيال يسوكي، وعندي الاخ ديالي هذاك لي كونترا، هذاك لي غون زعما هو اللي كيشدنا لي غون كونترا اي تو سا. الوغ هو تلاح لهذا الميدان ديال لي غون مي كنقول لك لي غون زينيت دو باري ولي بيرسي لي غون سال، هذاك دو تلاح لهذا الميدان، وهذا الشيء كما كنقول تلاح راه حنا معاونين بثلاثه، غير كل واحد شاد واحد الجانب. وكان ايضا كان عندكم واحد التجربه في برامج ديال مواهب، اكتشاف المواهب، فعاود لينا على هذه التجربه ديالكم. كنا لا من بعد هذه واحد ضربنا واحد 15 في 2000 تقريبا 2001، فكرنا باش نديروا واحد البرنامج في المغرب اللي سميتو كاستين ستار. دخلنا هنا للمغرب درنا، جبنا معنا المهم جبنا معنا سميتو عديد من الفنانه، وجبنا معنا نبيل الخالدي، نيت نبيل الخالدي اللي هو دابا كتعرفوه، كان معايا تما كان كيخدم معايا في العراس وكذا، وجبناه معنا ومام طون درنا لو كاستين ستار ايسي ا كازا. وبصراحه بغينا
بغينا نطولوا فيه. كيفاش ما كملتوهش؟ ما كملناش هذا السؤال، ما نقدرش اش نقول لك. واش نقول لك اختي، دابا المشكل ديال المغرب هو ما تعرف هذيك القضيه ديال كيقول واحد المثال، كتعرف شي واحد تيبيع شي في الدرب كيبيع الديطاي كيتجمعوا عليه الناس، ومن بعد الغداء عاوتاني كتلقى واحد اخو محطوط قدامه الديطاي، والاخو عاوتاني يدير الديطاي، لان هي هذه حنا جبنا صافي هذا الشيء. والفكره غنخليها لك انت تكملها من بعد. صافي دابا انت من جبتي الدوسي ديالك باش تخدم خدمتي، وبغيتي دير لو دوزيام بارتي دو سا، حيت اي حاجه عندها الدوزيام بارتي، فهذيك الدوزيام بارتي تحاربتي فيها. وسي مصطفى عنده، وانا اسمحي لي، وانا كنت بغيت ندخل في هذيك الوقت انا والاخوان، والله العظيم الا معولين ندخلوا، ولكن من تحيدت هذه بقينا في المرج. ملي دخلتوا المجال ديال التنظيم ديال الحفلات والمناسبات، ما نسيتوش الفنانين ابناء الوطن ديالكم، فكنتوا سبب ان مجموعه من الفنانين مشاو وتعرفوا في باريس. فواش كاينه ثقافه الامتنان او لا ثقافه الاعتراف؟ هذا عاوتاني سؤال، هذا سؤال كنبغي نسمعوا، هذا كيألمني هذا السؤال، لان اي فنان تنقولها من دابا وكنبغي يسمعها اي واحد، ولا انا كنقدر في اي فنان في مغربي في المغرب، ما كاينش شي فنان ما غنعدهم لك من ا تال زد، ما كاينش شي فنان ما ديناش. كاين اللي مشات لزاد المقاطع بعض المقاطع، الفنان الكبار ديالكم اللي كتعرفوا كلهم، ولا قلتي لهم الحجوي راه ما يجاوبوك. قلتي لي واحد الكلمه شهاده الاعتراف ياك، ثقافه الاعتراف. انا بالنسبه شهاده الاعتراف ما كايناش في المغرب. علاش؟ لان دابا انا كنشوف كنجي للمغرب كنبغي شي واحد يهز التليفون، ولا بغيتي نفهم واحد الحاجه انا غادي نقولها لكم باش تفهمين اختي مزيان. علاش حنا ملي كنستقبلوا الفنان في المغربي في كيجي لفرنسا كنستقبلوه، واش انا باغي نتصور معاه، ولا باغي انا مستقبلته حبا؟ كتكبر بولد بلادك، كنكبر به، كنستقبلوه وندير له، لما هو فنان وانا فنان، كما كيقول لك انت عندك قيمتك وانا عندي، ولكن كنحبا. ولكن انت ملي كتجي ما كتلقى حتى واحد من هذا كيستقبلك، باش يستقبلك غير بكلمه حلوه ولا يجبدك. ملي قلت لي شهاده الاعتراف، نعطيك مثال، انا ديغنيامو كنت نتفرج في المنزل ديالي ومعايا الزوجه ديالي، وكنتفرج في التلفازه، قالوا له واحد الفنان اللي هو معروف عندكم ما جبت سميتو، قالوا ليه تقدر تقول لنا شكون هو السبب اللي جابك اول؟ هو دابا تيقول هذه الكلمه، هو ملي تيتلاقى معايا تيقول لي معترف بان انتم اول وحدين جبتوني وصوبتوا لي فيزا وجبتوني وخدمت عندكم. ومين قالوا لي في التلفازه شكون هو تقدر تقول لنا شكون هو السبب اللي جابوك لاوروبا؟ انا قدامي الزوجه ديالي نقزت انا في التلفازه، انا جالس كنتفرج، قلت لها واقول سي الحاج جبد واحد اخر. باكونتر هذا السيد ملي كنتلاقى معاه في الزنقه كيعنقني ويقول لي تلاقيتي معاه من موراها؟ لا قبل، ملي تلاقيت معاه تيقول لي انت السبب وما عمري ما نسى خيرك، ولا جبت لك سميتو. هادو شنو هادي؟ هادي كتسمى شهادة الاعتراف. وريني شي بلاطو، نعطيك مثال. دابا ملي كيطلعوا السهرات في باريس كنغني انا وشي واحد. كنطلع بحال دابا درنا تورني، ما نجبدلكش، درنا تورني في فرنسا كلها، معايا كاع دوك لي فيديو، ما نجبدلك سميتو ملي كيطيح لك في راسك معايا. درنا سات فيل، خلينا فرنسا ضربنا فرنسا وتولوز، وطلعنا لامستردام، ودنا لبلجيكا، طلعنا للانجليز، المهم ضغنا. ومي كتبغي تطلع تغني، مي كتبغي تطلع تغني بحال دابا انا هولندا، مي وصلت يعني درتو جوله اوروبيه، اوروبي مي بغي نطلع نغني انا في هولندا، بحال دابا انا نطلع نغني اغنيه ديالي ما كيخليونيش نغنيها، لدرجه ان الفنان طلب مني هذيك الاغنيه، هو قال لك انت تسمع هادشي كنقولوا، طلب مني هذيك الاغنيه واش نقدر نعاودها، حيت انايا كنغنيها لراسي فهمتي، ما الالبوم ديالي كيخرج في باريس. قلت لي عاودها الا بغيتي تعاودها. علاش انت كتنقص كتقول لي الشيء الحجوي انت على لا فاسون كومو تي شونت، لا بروشين فوا ملي يكون عندي عرس غنجيبك العرس بنتي، والله ما يخدم حتى حد، انت لا تخدم لي في العرس مثلا. دابا ملي كيجبدوه هنايا وكيقولوا ليه قول لينا في البلاطو شكون هو الفنان اللي عزيز عليك وكتموت عليه، هو تيقول لي انت من غيرك ما زعما انت ولا تخدم في العرس. ملي كيقول في البلاطو جيب لنا شي فنانه معاك في البلاطو، انت حلقه، انت هو مول الحلقه، علاش ما تهزش التليفون ولا تجبدني ولا تقول لهم انا واحد الفنان تاعي؟ شنو هو المشكل؟ يعني انعدام ثقافه الاعتراف. لا ما كايناش اختي، دابا بصراحه هذه كنقولها ونعاودها وما نكرهش انايا حتى الديريكت، شي نهار يكون عندي ان ديريكت اللي نبغي قاعد الفنان الكبار نهضر معاهم، كاين الشهاده ما كاينش شي واحد تيعترف فعلا. وبالنسبه لك انت
الإخوة الحجوي معروفين في فرنسا ومعروفين في أوروبا، علاش ما كنسمعوش بكم في الإعلام المغربي؟ علاش ما كيتسلطوش عليكم؟ جيت عاوتاني هذا زدتي عاوتاني على شهادة الاعتراف، هذا سؤال عاوتاني. شوف أختي، أنا دابا هنا بوندون جيت 21 يوم، 21 يوم أنفاس تي في عطاتني هاد الفرصة، وأنفاس تي في عطاتني هاد الفرصة لواحد السيد هو لقى النظرة من جهتي. المهم صافي في غون بليزير جاتني هاد الفرصة في 21 يوم، وأنا غادي نمشي بعد غدا. كيفاش بغي أنا ماشي عاود لهم قلت أنا ما نقدرش بعدا نمشي ندق، ما كنعرفش ندق، وما نقدرش نعمر هذوك القهاوي اللي كيعمروا الناس باش تشوف هذا، باش تهضر مع هذا، باش تقول لهذاك راه هذا جا. انا خاصني عندي انستغرام ديالي، عندي تيك، عندي المسائل ديالي، عندي لي فيو ديالي، وعارفيني الناس باننا. انا خاصني هما يعيطوا ليا ويقولوا ليا بغيناك تجي. ما كانش عندي زايد تنزح حويجاتي وكنمشي. انا عايش مزيان اللهم لك الحمد بخير، عندي مشاريع ديالي تما، عندي كل شيء ديالي تما، ولكن تيبقى فيك هذاك وي حيت الواحد كيبغي اللي يكبر به الروح الوطنيه وصافي. هادشي اللي نمشيو دابا للجديد ديالكم الفني. يعني انت اصلي مصطفى الحجوي، شنو الاعمال اللي كتحضر ليها دابا؟ واش غتخرج شي البوم غنائي؟ يعني حدثنا على الاعمال ديالك، يعني المشاريع المستقبليه ديالك. بعدا ديجا عندي واحد العرس كبير دابا في باريس ديال اون غروند شونتوز ماروكان دخلوا لها واقيلا معروفه سي فو كونيسي سي ايمان او اس. عندي ان غون مارياج ا باري في الشون، العرس ديالها دابا مؤخرا، وجيت لهنا وجدت واحد الالبوم ديالي. غادي تسوليني على لي زالبوم، ما عنديش في المغرب باش تكون يعني لي زالبوم ديالي كلهم خارجين في فرنسا، يعني ما كيتمش الاصدار ديالهم هنا في المغرب. واش انت اللي ما كتبغيش انهم يصدرهم في المغرب؟ علاش غادي دابا حطيتهم في المغرب؟ علاش ما بغيتي نفهم؟ نعطيك واقيلا هاد السالي دابا غادي نعطيك واحد الالبوم ديالي نعطيه لك انت دابا تصنتي عليه. غادي تقولي هذا خصو اوبليجي غدا يدوز في الراديو، ولكن كي ندوزو انا في الراديو نمشي ندق عليهم نقول لكم هذوك ندوزوه. دونك انت مآمن ان مادام حتى شي واحد ما غادي يسمع لهذوك الاغاني ديالك لان الاعلام ما مسلطش عليهم الضوء، فما كاينلاش انني ندير داك المجهود. علاش غادي ندير شكون انت يطلق الاغنيه ديالك؟ الا بغيتي تطلق الاغنيه ديالك خصك تكون عندك واحد بعدا دير لها واحد الجلسه والناس يكونوا معاك اون ديريكت كيهضروا معاك وانت كدوز في الالبوم صافي. فاحنا دابا غنتيحوا لك هذيك الفرصه، فمادام مع الجمهور ديالنا المغربي ياك ما كيوصلوش لي زالبوم ديالك، فما كاين باس الا سمعنا واحد المقتطف من شي عمل ديالك بالصوت ديالك نخدموا بهذه الحلقه. مرحبا. هي بغيت نقول لك قبل قلتي لي على الاعمال ما كملتلكش، لان كما قلت لك دابا كاين واحد البرنامج في اذاعه التلفزه المغربيه كيدوز ديال حلم. الى عندي حلم الا كتشوفوه كيدوز في التلفازه. داو لي واحد الالتفات وعيطوا عليا باش ندوز ان شاء الله في واحد في البرنامج ديالهم في الفينال لا بغى الله ان شاء الله. وكاين حاجه اخرى، واحد الالبوم ديالي كنخرج زوين ديال قرطاسه كما كنقولوا بومبا. يعني كنتمناو النجاح ان شاء الله الالبوم ديالك. وما نكرهوش نسمعوا شي مقتطف نختموا به الحلقه ديالنا اليوم. شحال اش بغيتي مقطع؟ حيت دابا انا كنبغي الالات معايا ولكن ما كاينش الالات. شكون لي شي موعد؟ عمرني ما ريتو غزال غزال ولا ريتو غزال، عمرني ما ريتو غزال 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 ولا ريتو الشعبي. غادي نعطيك واحد الاغنيه في الشعبي، واحد الموال. علموك تلبسي التكشيطه تلبسي، علموك تقولي وي ولا ميرسي قولي ميرسي. ميرسي دغيا. شكرا بزاف. وبنبان سيتي الحرشة والملوي، وبنبان سيتي الحرشة والملوي،
ونسيتي شحال حطمتي والبغلة اللي وردتي واليوم وليتي كتاكلي دانون بالفروي. قولي وي نو. شكرا. وهذا هو ختام حلقتنا اليوم مشاهدينا، على امل اننا نتلقاكم في لقاء جديد ان شاء الله. ختمناها بواحد الجلسه يعني كانت خفيفه ظريفه، ونتمنى تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم حتى نتوما. بسلام عليكم، نتلقاكم ان شاء الله في لقاء جديد مع ضيف جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.